ازيكم؟ عاملين ايه اخوات وحبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى يا جماعه عامله لكم فيديو جديد ان شاء الله هيعجبكم جدا. بس اللي اول مره يشوف قناتي ينزل يشترك في القناه ويفعل زر الجرس عشان يوصلكم اشعارات بالحاجات اللي بنزلها، ويعمل لايك للفيديو علشان اكبر كم من الناس يقدروا يشاهدوه. احدث يا جماعه الادوات المنزليه واجمل الادوات المنزليه والاجهزه الكهربائيه اللي بتظهر يوميا لاي ست بيت بتحب تجدد في منزلها، وكمان لاي عروسه بتجهز. طبعا يا جماعة عارفين اي ست بيت بتحب طبعا تطور من منزلها وتشتري الحاجات الحديثة اللي بتنزل يوميا علشان تبقى الحياة بسيطة وسهلة. وكلنا عارفين طبعا يا جماعة ستات البيوت عايزة بيتها يبقى احلى بيت في الدنيا، ويبقى شكله جميل وبتحب تطور فيه وتجمل فيه على قد ما تقدر. يوم يا جماعة اختراعات وابتكارات تظهر يوميا. الجهاز ده تحفة، بتحط في الأكل وما بياخدش 5 دقايق ويسوي الأكل بطريقة مسهلة. العلقات دي يا جماعة بتعلق فيها الكوبايات كده، بتبقى شكلها جميل جدا في المطبخ وبتدي منظر جميل وشيك جدا. وكمان بتعلق فيها الشباشب أو أي حاجة أو أي شوز بتحطي فيها كده، بيبقى شكله جميل. وكمان الحلة القمر دي بتسوي الأكل كده، وكمان بتحط فيها الأكل اللي بيطلع بترصيه عليها من فوق، بيبقى شكله تحفة وبيسهل عليكي كتير. الأجهزة المعجنات دي يا جماعة في أسرع وقت بتعجنلك وبتطلع العجينة مظبوطة جدا وبسرعة جدا جدا. حفظ التوابل ده بقى ممكن تحط فيه اي حاجة، رز، مكرونات، اي حاجة، عدس، لوبيا، فاصوليا، كل البقوليات وكل التوابل ممكن تحطها فيه بالشكل ده، وكمان شكله تحفة. لو عجبكم الفيديو يا جماعة ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتكتبوا بقى كومنت حلو كده تقولوا ايه رأيكم. استنونا في فيديوهات كتيرة جدا ان شاء الله، وما تنسوش بقى تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم اشعارات بالحاجات اللي بنزلها. باي باي.